حول ماذا يتمحور هذا اللقاء والأهداف التي ترقبها؟ هذا هو ثالث لقاء، يعني اللقاء الأول كان في البويرة بالنسبة لإذاعة الشرق، اللقاء الثاني كان في عنابة بالنسبة لإذاعة الشرق، وتعمدنا يعني تكريما لولاية طبية الفن الجهود يعني المساعدة دابا السيد أخي يعني سليم صمودي من ولاية طبية، عملنا الإذاعة الجنوبية وإذاعة المنطقة الغربية، هو لقاءات يعني تقليدية تعودنا ننظمها أمام الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ثم تعرفوا أنه إحنا على بعد يعني أسابيع وأيام من انتخابات مجلس الشعبية البلدية والولاية، فبالتالي إحنا باعتبارنا مؤسسة عمومية لابد أننا نقوم بدورنا كما يجب، أولا من حيث يعني التحسيس وبالنسبة لعمل التحسيس الموجه للمواطن بأهمية دور هذه المجالس. المشرف على تنظيم هذا اللقاء سيد ولي الولاية، كلمة حول هذا اللقاء وحتى نظرتك لدور الإعلام أو الإذاعة الجهوية في الجانب العملي أو التفاعلي مع المواطنين. والله أولا نحن فخورين باختيار ولاية البيض لاحتضان هذا اللقاء الجهوي، نشكر السيد المدير على هذا التشريف. أنا أولا نبدأ بتهنئة، تقدم تهنئة للإذاعة الوطنية على إتمام عملية الانتشار تاعها على مستوى التراب الوطني، حيث أنها متواجدة اليوم في 48 ولاية، وهذا يجسد بالفعل يعني مبدأ الإعلام الجواري. بالنسبة للدور نتاع الإذاعة الجهوية هي راهي تلعب في دور، ولكن احنا اللي همنا كسلطات محلية هي أنها ترفع لنا انشغالات المواطنين بصدق، هذا من جانب كما أكد عليه السيد المدير العام، وفي نفس الوقت تمكننا احنا من تبليغ رسالة نتاع التنمية، رسالة المشاكل اللي راهي تخبط فيها الولايات، الصعوبات اللي راهي يواجهوها المسؤولين، لأن فيها صعوبات أيضا في التنمية، ولكن في نفس الوقت هي همزة وصل تكون يعني ماذا بينا تتطور العلاقة إلى شراكة حقيقية بين المسؤول المحلي والجهاز الإعلامي هذه المؤسسة العريقة اللي هي الإذاعة الوطنية. هم راضين على العمل تاع الإذاعة الجهوية سيدي الوالي بصفتكم من السلطة التنفيذية؟ والله عموما أنا كشفني قدمت أمام السيد المدير العام اقتراحات، نتمنى مثلا نتمنى ان تكون حصه اسبوعيه تكون من تقديم الولايه، رساله الولايه في كل الاذاعات الجهويه، رساله الولايه مضمون الحصه تحدو الولايه. نعطيك مثال، انا نتمنى كل اسبوع ان تعد عندي ربع ساعه نوضع المواطن في ولايه البيض في الصوره في الاحداث اللي جرت في الاسبوع، مجرد هذا تخليني انا نكون اون كونتاكت يعني مباشر مع المواطن، نخبره بصدق وزرة في الأسبوع مثلا، هذه يعني شيء جميل أيضا يكون المستقبل إن شاء الله. نتمنى إيش مرة مرضين؟ عموما يعني هي أكبر مؤسسة إعلامية في الجزائر الحالية، 55 محطة، ما تطلبش أكثر، أنها اليوم متواجدة طبعاً. يعني أنا نقول لك أكثر، أن الإذاعة الجزائرية وإحنا قادمين لا محالة على فتح السمع البصري، الإذاعة الجزائرية أقول أنها حضرت نفسها المنافسة بهذا الانتشار الناجح، هذا تكون حضرت نفس المنافسة، لأن المنافسة جاية. توفيق سيدي. شكرا لك.